ابني تقبرني يا عمري. أنا عجبتك هالمسخرة هاي؟ ما حدا شايلنا من أرضنا وكأنه كلهم متفقين ليشتغلوا ضدنا. صار الوقت لنكشفها لسارة على حقيقتها. ما في قدامك حل تاني وإلا رح تخسري سليم نهائيا. يا جماعة كلكم معزومين لعنا على البيت اليوم، وانتو كمان بنتي غصون تفضلوا لعنا. ايه طبعا رح نجي أنا وكارول مع بعض. معناتها خلونا نمشي. الحمد لله على سلامته الأستاذ سليم. خايفة تقولن إني هددتها وإنه ما كان بدي إياها تيجي تشهد. بعدين لا تنسي إني عطيتها مبلغ كبير منشان تنقلع. أوف الأمور فاتت ببعضها. بنتي إنتي شو عم تحكي؟ رح تنحلها تقلقي إنتي، بس اهدي هلأ. شو معلم روقت؟ خلاص هلا رح نروح لهنيك. قلت اللي بيكون صاحبك شو بيشتغل ومن وين بيعرفها لسارة؟ ما بعرف اذا اسمها سارة، بس بعرف انها مرة سورية حلوة. قال لي انه ساكنة معه بنفس الحارة، وهي القصة. مشان الله لا تخليهم ياخذوني. مين انتو ولك؟ اتركوا للرجال. ليك معلم، ما بعرف انت مين بتكون، بس ما بيستاهل انك تورط حالك منشانه. مديون لنا، خليك بحالك ولا تتدخل. يلا خدوه. اخي تترجاك لا تتركني، انا بعرف مكانها لسارة. لا تخليهم ياخذوني، ساعدني. خلاص تركوني رح ادفع الدين اللي علي. خلاص اساسا الشرطة عم تلاحقني بلا ما وريت حالي مع هدول كمان. ما بتصدقوا قديش حاسس بالأمان. محبتكم وثقتكم فيني هي أكبر هدية ممكن تجيني. أنا بعزكم وبحبكم من قلبي. بتشكركم كتير. ابني الحمد لله إنك خلصت من هالمصيبة ورجعت بيناتنا. بكفي بقى، بلا ما نبكي بهذا اليوم الحلو. الله لا يحرمني منك. رح أعملكن أطيب كاسة شاي، بعدين سارة وأسيل عم يحضرولكن أكل جوا هلأ. ما نكون جوعانين؟ أيه والله. طيب استنوا راجعتلكن فورا. ابني أنت شو عم تعمل لحالك هون؟ ليش ما بتروح تقعد جنب أخوك؟ في قضية بين إيدي عم بدرسها، أنت لا تاكلي همي. بس ابني اليوم ما في شغل بنوب. الحمد لله رجع لنا أخوك بخير وسلامة، والتمينا كلياتنا مثل قبل. يلا يلا قوم لشوف. يلا ما لازم أي حدا يعرف في هالشي، وخاصة خطيبي سليم. مزبوط أعطيتك مصاري، بس لأني كنت حاسة إنه إيدي ورجلي مربطين. هي ما كان عندها نية سيئة، كل يلي فكرت فيه إنه تخلصه لسليم. ايه بعدين انتي مالك بريئة كل هالقد. قلت لحالي طول ما سليم عم بيروح هالمدرسة ما رح يخلص بنوب من المصايب. كل شي عملته كان لمصلحته وبس. هاي فهمناها، بس لهلأ ماني مستوعبة الطريقة اللي اجيتي فيها لعندي وكيف هددتيني. هو لا حتى خوفك عملت هيك، وقتها ما خطرت لي فكرة تانية. انا برأيي سليم ما لازم يعرف. خير انتو شبكن صاير شي؟ مو صاير اي شي، نحنا كنا عم نحضر الاكل سوا وكنت رح جهز الشاي. بس شايفة ما نكون محضرين شي؟ يا الله اجتمعنا اربع نسوان واخدنا الحكي. ما علينا خلوني نزل هالصحون. مو مشكلة خالتي، انتي وامي طلعوا عدو بجنينة ونحنا منحضر كل شي. ايه طيب مثل ما بدكن. ماشي.
اسمعيني، نحن التنتين غلطنا. بعدين مو قلتي إنه بدك تفتحي صفحة جديدة؟ أنا بحبه لسليم كتير، وأكتر من أي شيء بالدنيا. عملت هيك مشان مستقبلنا وحياتنا، أرجوكي فهميني. مدام غصون عن جد ما في داعي أستاذ سليم يعرف بالموضوع. صدقيني أسيل كتير منيحة، وفكرت إنه بهالطريقة بتحمي لخطيبة. طيب، ما رح جيب سيرة لحدا. أساساً أنا وكارول بكرة راجعين لعند بيت أبي، وأنا رح ساعدك بضب غراضك طبعاً إذا أسيل بتسمح لي. طبعاً طبعاً، شكراً كتير، بتشكركم أنتو التنتين. الله يخلي لي اياك يا بابا، ما يحرمني منها. تعالي عدي هون، صار لازم نروح بنتي. لوين؟ استنوا، لسه ما اكلتوا شي؟ بتشكرك كتير على كل شي ست، شكرا. يا دوب نلحق نضب اغراضنا، بتعرفوا بكره عنا طريق طويل. طيب لكان اذا هيك انا ما رح قلكن شي، رح قوم وصلكن على الباب. إن شاء الله نحن رح نكون هون على طول، وبابنا مفتوح إليك ولأمك دائما، وأكيد رح نلتقي مرة تانية. الله يكون معكم وين ما رحتوا، وشكرا على كل شيء عملتي. لا العفو، استغفر الله، أنا ما عملت أي شيء. إذا في حدا لازم نتشكره فهي المدام سارة، بفضلها صلحت غلطة كبيرة. أصلا المدام سارة طيبة وقلبها كبير، وأم ضحية بنفس الوقت، وبتستاهل كل خير. يلا بنتي. أسيل اهدي، شو صار لك؟ مع السلامة، الله معكم ينور طريقكم ووفقكم يا بنتي. مع السلامة. مع السلامة، الله يكون معكم. مدام سارة قلبها نظيف وحلو مثل وشها، ما هيك؟ ايه والله يا أمي، خاصة عيونها. ما عم افهم ليش الأستاذ سليم خطب هديك البنت مع إنه الخالة سارة قدامه. وقفي لقلك، يا ترى نحن غلطنا كارول؟ يعني قصدي لو إنه حكينا الحقيقة للأستاذ سليم وللكل مو كان أحسن؟ بعدين كل كذبة بالآخر رح تنكشف. بدك الصراحة وهذا رأيي، وهيك نكون عملنا للخالة سارة معروف. ماني واثقة من هديك البنت وأمها بنوب. سليم، كل الفترة الماضية وانت بالسجن كنت خايفة كتير، يعني خفت انه تتضايق هنيك، وحتى مجرد اني فكر انك ممكن تبقى بالسجن. هالشي صار من الماضي. كنت قلقانة عليك كتير، بتعرف هاد الشي مو هيك؟ بس مو مشكلة، انت جنبي، هذا بكفي. أمي فيني روح هلا؟ عنا مباراة أنا والشباب. ماشي، بس دير بالك على حالك. صحتين وهنا على قلبكم. الله معك يا ابني، مع السلامة. أمي خلينا نمشي نحنا كمان، عنا شغل كتير بالبيت. ماشي بنتي. طيب قاعدين وما أحلانا، إن شاء الله غير مرة هارون بيكون بالبيت. يلا بخاطركم. مع السلامة. الله معكم. Thank you.
مدام سارة. سليم. بالأول أنت. بترجاك ما تفكر إني عم اتدخل بخصوصياتك، بس حاسة وكأنك عم تضغط شوي على خطيبتك أسيل. الشغلة مو بإيدي، كتير متضايق منها. يعني مع أني حكيت لها كل شيء عن مبادئي وحبي لمهنتي، بس هي ما بدها تفهمني، وفكرة أنه هيك وحدة رح تزوجها وتصير شريكة حياتي عم توترني. يا ريت، يا ريتها لو تتقبل الأمور مثل غيرها. ما فهمت. فايت لجوا. ماشي. يا ريت، يعني أنت إنسانة عندك تجربة كبيرة بالحياة، مشان هيك عم تقدري تفهميني أكتر. يا ريت لو إنها تتعلم منك وتشوف الأمور مثلك، وقتها أكيد رح تتغير الأمور. صار لازم روح، خاطركم. هالمرة قدرت تنفذ منها، بيطلع منك محامي شاطر. والله أنا علي أنصحك. أنا هيك أحسن، أساساً في عندي قضية بتخصني وما فيني وجع راسي بقضايا غيري. قرب لهون لشوف، شاطر بالمصارعة مثل ما أنا شاطر بالمحاماة؟ بتذكر إمتى آخر مرة تصارعنا فيها؟ لما كسرنا المزهرية يلي جابتها الخالي سونا. معقولة ما أتذكر؟ ريتكم تقبروا قلبي. أوخ ما أطيبكم. بدكم تسمحوا لي، في تياب لعلي بدهم كوي ولازم ضب البيت شوي. ماشي يا بنتي، الله يقويك. يلا بدكم تسمحوا لي هلأ. شبك ابني، ليش ما تضل عنا للمساء؟ ولا قلك خليكوا نام عنا الليلة وهيك بتتسلى انت واخوك شوي، شو رأيك؟ الشغل ما بيرحم، مستعجل كتير. يلا بشوفكم بخير. طيب ابني، مع السلامة. الله يسلمك. إن شاء الله ما يكون مثل ما عم فكر. أخي لا تعملها فيني، أصحك تعمل فيني هيك شيء، لأنه أنا خايف من يلي ممكن أعمله فيك. سارة سارة سارة، الكل ما في على لسانه غير سيرة سارة خانو. ايه اجت من البريه واخذت الاوليه، وبعدين رح تصير بطل بعيونهم وانت قاعده عم تتفرجي. بس انا ما دخلني ببطولاتها، كلها على بعضها مشايفتها. كل همي بس سليم ما يعاملني بهالطريقه، ما عاد اتحمل بنوب. لهلا ما فهمتيها لهالحبايه، كل همها تصير بطل بعيونه لسليم وتخرب علاقتكم. امي بكفي، لانه ما في هيك شيء، ولو هيك ليش توجع راسك كرمال ما تنفضح قصتنا مع غصون امي؟ ايه طيب مثل ما بدك يا بنتي. على فرض انه ساره محطه عينها على سليم، بس شفتي هي المرة صارت ملاك بعيون الكل من ورا عمايلها المنيحة مع سليم. انت شو بيضمن لك انه ما تاخد مطرحك بقلبه لسليم بعد كل اللي صار؟ احسن شي
أن نصغر هي المرة بعيون خطيبك. وشو نساوي؟ مو على أساس بكرة رح تروح تساعدها لغصون بضب غراضة؟ خطرت لي فكرة رح تساعدنا كتير بهالشغلة. أنت حاولي تخلي علاقتك مع سارة قوية مثل الأول، وبس أعطيك الضوء الأخضر بتعملي كل شي بقلك إياه بالحرف. ألو حبيبتي سونيا، تسلميلي. مو قلتيلي إنه معروفك برقبتي ووقت بدي بترديلي إياه؟ ها، معناتها اتفقنا. هلأ اسمعيني منيح. يا ريت، يعني أنت إنسانة إلى تجربة بالحياة، مشان هيك عم تفهميني أكثر. يا ريت لو تتعلم منك وتشوف الأمور مثلك، وقتها أكيد رح تتغير الأمور. أنا كيف قلت هيك شيء؟ أنا ليش متوترة كل هالقد؟ كيف حكيت هيك معها؟ إن شاء الله ما تكون فهمتني غلط. اسكتي يا سارة، هوس هالشي خبيه حتى عن حالك. دخيلك يا رب. كله بسببك أنت. لا، كل يلي صار بسببك أنت. لا. مبسوط يعني هلأ بعد الشي يلي صار؟ لا. صباح الخير استاذ. صباح النور علي. رايحه لعند المدام غصون، بدي ساعدهم بضب الاغراض. يعطيك العافيه. يلا علي خلينا نروح. بتحبي اني ساعدك؟ فيك تقطع الخبزات؟ ماشي. سمعتوا شو صار مع بنته لصادق بيك؟ لا والله، شو صار له؟ ايه؟ لتكون تزوجت اخر شيء؟ ايه هيك، وامها عم تدور بالحارة وعم بتخبر الكل. ايه على خير ان شاء الله، الله يهنيها بزواجها. ايه، سمعتوا شو صاير بالحارة هون؟ بس انتبهوا، ما بدي الخالة شكران تسمع، ماشي؟ بتعرفوا هالحرباية اللي اسمها سارة؟ يلي عم تشتغل بالبوتيك تبعنا؟ وشو بها سارة؟ والله ماني حابة احكي، قال شايفينا فايتة طالعة على بيت مرة وسخة، وقال عم تضل فترة منيحة جوا، وقالوا لي كمان عم يفوتوا رجال لعندهم على البيت. أنا عم أقول لحالي مو معقول هالحكي، بس
الله يسترنا وياما تحت السواهي دواهي. الله لا يوقع حدا بهيك قصص بنوب. ايه حاجتك بقى ما بصدق هالحكي. لو هالحكي صحيح ليش لحتى نسمح لهيك مرة تعيش بحارتنا؟ اسكتوا حرام عليكم، ما بصير تحكوا شغلة ما بتعرفوها، عيبوا حرام عليكم. انا بعرفها للمخلوقة كتير منيح، مستحيل تعمل هيك شي. وانت شو عرفك يعني؟ مكتوب على جبينة؟ واليوم شايفينها وهي فايتة على بيت هديك المرة، سمعت النسوان وهنن عم يحكوا بالقصة. سونيا خرسي بقى، عيب يلي عم تقولي، أراضي العالم مانا لعبة عند حضرتك. حرام. بعدين بتعرفي هالمرة قديش ضحت كرمال تحمي شرفها وكرامتها؟ ليش لحتى اسكت يعني؟ بعدين أنا كل همي إني دافع عن سمعة حارتي وما بسمح لأي حدا يحكي على حارتنا بنوب. إيه وأنا بقول كمان مع حق بهالحكي. أنا ما بصدق حتى لو إني شفت بعيوني. إيه معناها قومي لحتى فرجيكي بعيونك بلكي بتصدقي. إيه طبعاً وهيك منتأكد. يلا يسلموا إيديكي، صار لازم روح. وقف، تقدر تاخذ لي الكندرة بطريقك لعند المصلي؟ ماشي. أميرتي الحلوة رح تخلص كل يلي بالصحن مو؟ طبعاً بابا. برافو. إن شاء الله صحتين وهنا. خود حبيبي، بيخلصها اليوم؟ إيه بيخلصها. يلا بخاطري. مع السلامة. يلا علي موفق بدروسك. شكرا استاذ. الاستاذ سليم بيناتنا هون، 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 الاستاذ سليم هون. انت مالك الاساتذة، اهلين وسهلين فيك بيناتنا. اهلين فيكم، بتشكركم. الحمد لله على السلامة استاذ، انبسطنا كتير برجعتك. بتشكركم يا شباب، وانا كتير مبسوط لاني رجعت بيناتكم. الاستاذ سليم، الاستاذ سليم يعيش استاذنا. استاذ سليم بيناتنا هون. لا تكونوا مفكرين حالكم بالملعب، يلا كل واحد منكم على صفه. يلا الشباب ارجعوا على صفوفكم بعدين منشوف بعض. الظاهر انه حضرة المدير حطك براسه وما رح يتركك. مزبوط، وعمل كل شي بيطلع بايده مشان ما ارجع المدرسة. طيب انت شو عم تفكر تساوي؟ انا هلأ عم فكر حكي شوي بشكل عقلاني، هذا اصح شي ممكن اعمله. معناتها شغلتك صعب كتير والله. ايه وانت شو بدك تحكي معي؟ انا بعرف بالملعوب يلي صار معي، مين يلي كان وراه وليش عمل هيك. والله جد؟ ايه ومين كان وراه وليش عمل هيك؟ انت بتعرف هالشي اكتر مني مو هيك؟ اسمع، اذا نحنا ما تفهمنا وحلينا هاي القصة بشكل حضاري وفتحنا صفحة جديدة ونسينا الماضي، وقتها أنت كمان رح تتضرر مثلي وأكتر. لأنه مثل ما سمعت، مشان تطور هاي المدرسة أكتر قال رح تستخدمها لمشاريعك الخاصة. أنا رح أقلك هلأ خطة حضرتك. أنت وكم أستاذ من عندك رح تبنوا بالمدرسة كراج سيارات مو مرخص،
بتحب اني افضح لك القصة؟ قلت لي انه ما في مصاري مشان المكتبة، بس في مصاري لمشروعك الخاص. شلون زبطت معك؟ شو رأيك اني روح واحكي وقول له لنفس المفتش اللي جبته لعندك انك عم تعمل هيك؟ يعني استاذ سليم، انا بهداك اليوم قلت لك ما في مصاري، بس اجتنا مصاري هلا، يعني فينا نشيل مبلغ مشان المكتبه ومشان كراسي السيارات. حلو كتير، مو بس مشان المكتبه، مشان المخبر وقاعه المعلوماتيه وصاله الرياضه اللي بدها صيانه. يعني بالوقت اللي لازم تنعمل هالشغلات الضروريه بتروحوا وبتعملوا كراج مشان سياراتكم الخاصه. برأيي غريبة شوي مو؟ ماشي استاذ سليم، لا تقلق، هلأ عنا ميزانية رح نحاول نعمل كل شيء، وما في داعي إنه نكبر هالقصة أكتر، مو هيك؟ بالنهاية نحن كلياتنا ناس متحضرين، فينا نتفاهم بالنقاش مو؟ هيك بالضبط. يا الله على حظك، مو قليل اللي دقتيه من هالحياة. بس الحمد لله كله صار بالماضي، هلأ أنا عم بشتغل وعم طالع مصاري وعم أصرف على ابني. وإنتي رح يتغير وضعك، رح تبلشي إنتي وكارول صفحة جديدة بحياتكم إن شاء الله. إنتي شو عم تشتغلي؟ عم اشتغل ببوتيك أسيل. اسمعيني سارة، بدي قلك على شغلة بس ما تفهميني غلط. استغفر الله، تفضلي. هاي البنت اللي اسمها أسيل، ايه؟ أنا برأيي لا تثقي فيها. ما فهمت ليش. ليكي، هالحياة علمتني منيح افهم طبيعة الناس، وبعرف يلي مثل أسيل رح تزعجك كتير بالمستقبل ورح تعمل كل شي بتقدر عليه منشان تأذيكي وتضايقك. بدك الحقيقة، هي بالأول زعجتني وضايقتني، بس بعدين هي صلحت كل شيء. طبعاً وقتها ما كنا بنعرف بعض منيح، بس هلأ ما في مشاكل بيناتنا بنوب، يعني بعد ما عرفنا بعض منيح ما ضل بيناتنا مشاكل. أسيل بنت طيوبة وما لها سيئة. برأيي أنت اللي طيوبة زيادة. خلينا نضب الأغراض بسرعة. بس لو سمحتي. تفضلي. في وحدة ساكنة قريب من هون اسمها غصون وبنتها اسمها كارول. عرفتها، نحن ما قدرنا نطالعها من الحارة، بتشتغل بملها ليلي. طيب بدي اسألك، في وحدة بتلبس طويل عيونها ملونين عم تجي لعندها كتير شي؟ ايه شفتها للمرة، كتير حلوة وعيونها بياخدوا العقل. على الأغلب هي رفيقتها لغصون. سمعتي بإذنك؟ ما كنت متوقعة هالشي من سارة. المرة هربانة من بلدها مشان تيجي تعمل هيك شي هون؟ استغفر الله يا ربي. بتعرفي وين بيتها؟ هذاك البيت يلي قدام. بتشكرك كتير، لا تؤاخذينا. بتشكرك كتير سارة، لولاكي ما كنت بعرف كيف رح ضب كل هدول الأغراض بهاي الفترة القصيرة. انتي خدمتيني وساعدتيني كتير، قد ما تشكرتك ما بجازيكي. المهم تصالحتي انتي وكارول ورح تبلشوا حياة جديدة، وهذا أكتر شي بيسعدني. عشت حسرة غياب ابني، لهيك مقدرة حالتك. على كل، إن شاء الله رح نرجع نلتقي ببعض بظروف أحسن. لك إجا يا ويلي، شو بدي أعمل هلأ؟ سارة من شان الله بوس ايديكي ساعديني اخر مرة، والا مستحيل اقدر روح من هون. ليش شو صار؟ مين هذا اللي اجا؟ شوفير المعلم اللي ما بتروح عالشغل، المعلم بيبعته لعندها وبيخلص عليها، رح يضربني وما رح يخلي فيني شي صار. وفقها ضبيت الغراض، اذا بيشوفهم رح ينخرب بيتي وما رح اقدر روح. بترجاكي. ايه شو لازم نعمل؟ خلص ما بنفتح له الباب، بدق شوي وبعدين بيروح. لا ما بيمشي الحال، في معه نسخة من مفاتيح ابواب كل بيوت البنات اللي عم يشتغلوا هنيك. بترجاكي بوس ايدك ساعديني، لا تتركيني. يلا افتحي.
صحي بسرعة وقولي له إنه جاي تنظفي البيت. خبريه إنه أخذت بنتي على المشفى. شو بيعرفني؟ خبريه أي شيء بترجاكي ببوس إيدك سارة. يلا طيب ماشي، بس أنا ما بعرف أكذب أبداً، رح يكشفني فوراً. غصون نعم. وين مدام غصون؟ غصون خانم ما له هون. مثل ما قلت لك ماله بالبيت يعني، وهالشناتي إلي. طلعوا بعيونكم، طلع مثل ما قلت لكم. أنا ما عم بكذب عليك، رجاء ممكن تروح. قلت لك غصون خانم مو بالبيت. شايفة هالشوفي، عن جد طلع الحكي مزبوط. الله العليم شو عم تحكي مع الزلمة؟ والله هالرجال باينته مريش، الظاهر إنه غني كتير. رجاءً لو سمحت، أنا قلت لك غصون خانم مو هون، وإذا بدك شي منا قلي وأنا بخبرها. معناها بدك تهربي. يا ريت لو ما كان صار هالشي. إذا بدك تبعدي أنت وبنتك عن هالحياة الوسخة، وإذا رح تكوني مبسوطة روحي واصحك ترجعي. لا ترجعي لهالطريق وتوسخي حياتك وحياة بنتك اللي ما لها ذنب. رح أقول للمعلم إنك مريضة، وعلى أساس إنك رح تيجي بكرة، بس من هلأ لوقتها حاولي تقربي من هون بسرعة. مسكي مسكي، عطيها هدول. كل الشغلات بتكون صعبة بالأول، بس مع هيك بتستاهل الواحد يجرب. ستات نحن شفنا يلي شفنا، صار فينا نروح. شفتوا هالحرباية كيف ضحكانة على الكل؟ تاريها عم تشتغل شغلات وسخة وما حدا داريان بشي بنوم. عن جد الحق علينا نحن، وثقنا بهالمرة وفوتناها على بيوتنا. منيح يلي عرفناها قبل ما يعرفوها رجالنا. ما بيكون اسم تولاي إذا بخليها تقعد بالحارة بعد اليوم. يلا خلونا نمشي. دخيلك يا ربي ما يكون يلي شفته صحيح. لحد اليوم وانت عم تضحي بروحك كرمال تحمي شرفك وكرامتك، وبالآخر جاية تعملي هيك شي؟ معقول يلي عم تعمليه يا سارة؟ ناريمان تعي لهون بسرعة، خلينا نروح. Thank you.
بيكون شوفير المعلم وأقوى رجال عنده، يعني فينا نقول بيكون إيده اليمين. مرة إجا لعندي وقال لي إنه بيحبني، بس أنا ما عطيتوش، فكرت إنه بده يتسلى وما عطيت الموضوع أهمية، بس طلع بيحبني عن جد. يمكن شعور حلو لما تحسي إنه في زلمة بيحبك حب حقيقي. بدك الصراحة ما بعرفه لهالشعور. ايه حلو، حلو بس بيعذب كتير كمان. دخيلك تركينا هلأ من أمور الحب وهالحكي، بعدين نحن وين والحب وين؟ شو رأيك بشي فنجان قهوة؟ ايه فكرة حلوة، الفناجين والركوة بالمطبخ جوات الصندوق، خديهم من هنيك. طيب سارة، ممكن تضلي عندي حتى تجي كارول؟ ايه طبعاً بضل. الله بعت لنا ياكي من السماء. إذا صار في عندي أولاد رح أقلهم إنه بالزور خلصت الثانوية. يا ترى في طلاب غيروا مدرستهم قد ما أنا غيرتها؟ ما بعرف، بجوز يكون في. بعدين أنت محظوظة، لا تقولي هيك، صار عندك رفقات بكل مدرسة وشفت كتير شغلات. غيرت كتير مدارس بس ما التقيت بولا صديق مثلك. يا ريت لو ضل هون على طول. مبسوطة كتير لأني تعرفت عليك. وأنا مبسوط لأني تعرفت عليك. أكيد نحنا ما رح ننسى بعض، مو هيك؟ نتصل ببعض كل فترة والتانية، ماشي؟ بس نحن على الأكيد رح نلتقي، وبجوز نفوت على نفس الجامعة كمان وندرس سوا. الله الله الله، الله يزيد المحبة بيناتكم، ما شاء الله عليكم. شو هالصحبة بقى؟ أنت معك مصاري لتعزم على كاسة شاي؟ حل عنا ولا مفكر حالك صرت رجال بهالكم ليرة يلي معك؟ برأيي روحها براسك شوية ذكاء يا أبو مخفاضي. بسام، هذا أنت يا أخي، والله خوفتني. انت شو مشكلتك مع هالجماعة؟ ليش اجوا اخذوك بهالطريقة؟ شو بده يكون يعني؟ بس دردشنا مع بعضنا شوي، بس ان هيك طريقتهم بالنقاش، شو بسوي؟ هيك كتير منيح، طالما انت مبسوط من حالتك كل هالقد اصطفل مثل ما بدك، ضيعنا وقت كتير عالفاضي. يلا خدني لعند هاي المرة اللي بتعرفها. ايه تفضل اخي. إخواني الأعزاء، اليوم حابب أحكي لكم عن ذنب كبير كتير، قذف المؤمنات المحصنات البريئات، يعني الافتراء عليهم ذنب كبير كتير. هالشي جريمة وظلم وذنب ما بيقل عن قتل النفس البريئة، يعني جريمة بشعة كتير. أمنا عائشة الله يرضى عنها في مرة المنافقين اتهموها وافتروا عليها بالفاحشة، وبهديك الأيام يلي كترت فيها الإشاعات في زلمة اسمه السلطان أيوب، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، راح على بيته وأول ما وصل إجت زوجته، فوراً قربت منه وبدها تحكي بالإشاعات، ولسه ما قالت كم كلمة أبو أيوب الأنصاري سأل هذا السؤال: ممكن تعملي هالشغلة مع أني موجود؟ فقالت له: لا مستحيل أعملها. شو عم تقول؟ فرد عليها رضي الله عنه: بالوقت يلي أنت مستحيل تعملي هذا الشيء، معقول زوجة سيدنا رسول الله رضي الله عنها أم المؤمنين عائشة أمنا الطاهرة تعمل هيك عملة؟ بيقول زوجته هالكم كلمة وبيسكت. الله يجعلنا جميعا من أهل البصيرة، آمين، ويبعدنا عن أنه نكون أداة لنشر الإشاعات ويحرم أجسادنا عن نار الآخرة، آمين.
بتشكرك كتير على كل شي سويتيه من شاني. بالوقت اللي قطعت فيه أملي ذكرتيني إنه لسه في بهالدنيا ناس طيبين وبحبوا الخير. لا تتشكريني، لو كنتي محلي عملتي نفس الشي. عن جد أنتي إنسانة غير الكل، ما في مثلك. سارة اسمعي لقلك، أنا دافع أجرة هالبيت سنة لقدام، عم قول بلكي احتجتي شي مرة بترك لك المفاتيح وإمتى ما بدك بتجي تستخدمي. بتشكرك كتير بس أنا ما فيني أقبل هيك شي. بعدين مو كل شي بهالحياة لازم يكون في إله مقابل، ما هيك؟ إيه طبعاً، على قد ما تعودنا على هالشي يعني كل شي إله مقابل، ولما الواحد بيعمل معروف هيك من دون مقابل منستغرب كتير. شايفتكم ضبيتوا الأغراض. ما علينا، أساساً أنا ودعت رفقاتي بالمدرسة. خلص لا تزعلي يا عمري، أنا رح تتعرفي على رفقات جداد. مو مشكلة أبداً، بتعود. بعدين أنا وأنتي خلص رجعنا لبعض على طول ورح نفتح صفحة جديدة بحياتنا، وهذا الشي المهم. يلا رح تجي السيارة اللي رح تنقل الأغراض ونحن منسافر بالطيارة، بس لا تنسي شي من أغراضك. ماشي؟ ماشي. سارة أنا ما رح أنساكي بنوب، ديري بالك على حالك. ماشي؟ من الأول كنت حاسة إنه مخبية الشي لأنه سارة على طول كتومة وما بتحكي شي لحدا، بس أخيراً انكشفت حقيقتها طلعت ريحتها. بعد هالشغلة صدقيني شو ما عملت سارة ما عاد حدا يصدق أو يسمع بنوب. وهلأ إذا أجت غصون وقالت الحقيقة، بركي كذبتنا وقالت إنه سارة بريئة، وقتها شو رح يصير؟ لك أنتي شو عم تحكي؟ ما بتعرفي إنه غصون رايحة وما لها راجعة بالمرة؟ مستحيل ترجع لهم بعد الشي اللي صار معها. بعدين حتى لو إجت مين رح يصدق؟ وحدة وسخة بتشتغل بالملهى. مزبوط معك حق بهالحكي، على أساس غصون ما عندها لا شغلة ولا عملة لحتى تيجي تدافع عن سارة. أنا بفهم الناس من عيونهم، ما بزل عليكم، أول ما شفتها لسارة عرفت إنه مخبية شي، بس حبيت ضل ساكتة وما أتدخل. والله معك حق، بس لو شو ما كان ما لازم نحكم عليها بسرعة، بجوز راحت لهنيك منشان شغلة تانية. شو ما بصير يعني؟ وانت التانية حاجة ولا تكوني على نياتك، قلنا لك شفناها بعيوننا، شو بدك أكتر من هيك؟ بدك إيانا نصدق عيوننا ولا نصدق الحكي اللي عم تحكي؟ والله أنا لهلأ ماني مصدقة إنه سارة ممكن تعمل شي مانو منيح. مزبوط، يمكن أنا بحكي كتير وبحب اللت والعجن كمان، بس أنا ما بحكي على شرف حدا بنوب. ايه طيب شو كانت عم تساوي هني؟ استغفر الله، بكفي لا تخليني احكي اكتر. وانتي كمان لا تعملي علينا قلبك طيب وبريئة. شو اخذ اللي عند هديك الوسخة؟ فيكي تقولي لي؟ طبعا ما عندك حكي. غيس خير ابني، ليش جاي لهون؟ أمي أنتي بتعرفي منيح ليش جاي. يلا يا ستات خلونا نقوم، أكيد أسيل في عندها شغل، بلا ما نعطل الناس عن أشغالهم وأعمالهم على الفاضي. اتفضلوا رح وصلكن على الباب. خاطركم، يلا تشوفكم. بيمشي الحال بلا. السلام عليكم عمي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم دور على الأخ صالح. والله لسه لهلا ما إجا، بس ما بعرف إذا رح يجي بعد هالوقت ولا لا، لأنه ما حدا بيعرف وين بيلتقى هذا زلمي. ماشي. يلا سلام، بنمرق بعد الظهر. أهلا وسهلا، بتيجوا إيمتى ما بدكم. بدي أسألك سؤال.
ليش عم تدور على هي المرة بكل مكان؟ شو قصتك معها؟ انت مالك علاقة بهالشي ابدا، وبلا ما تكتر اسئلة شوف شغلك وبس. لقيلي المرة وخلصني. ليش عم دور عليها؟ لانه بدي اقتلها واخلص منها، لهيك عم دور عليها. خير؟ غرقت سفينتك بالبحر؟ شو مشكلتك؟ الظاهر عم تدور على شي مشكلة جديدة. والله حسب ما عم ينحكى عن امك انت اللي واقع مشكلة كبيرة. انت شو عم تقولوا لك؟ شو اللي عم ينحكى عن امي؟ قال عم تروح على اماكن منظيفة. اكيد فهمتني. الله اعلم مع مين عم تفوت وتطلع. لا تيجي تعمل مراجل علي، روح اسألها لامك وشوف مع مين عم تطلع، وبعدين قلي انه انا الكذاب. مين عم يقول هيك؟ يلا احكي، مين ولك؟ قول احكي مين عم يفتري على امي. ايه بعد ولك، الخالي سونيا قالت هالحكي. شو ارتحت هلا؟ علي شو عم تساوي هون؟ نقلع من وشي. انت ما عندك لا شغله ولا عمله غير المشاكل. ليش لساتك عم تسمع حكيه لهالولد؟ انا بورجيك يا خالي سونيا، رح خليكي تعرفي منيح كيف تفتري على امي. علي استنى، لوين؟ معلم محمد، هالكندرة مفكوكة من هون، تتخيط معك شي؟ ايه شيخي، بخيط لك اياها وبرجع لك اياها وكالة، لا تاكل هم. الله يعطيك ألف عافية، يسلموا إيديك. يا كذابة! أنت كيف تكذبي وتفتري على أمي؟ شو عم تقولوا له؟ أنا ما حكيت على حدا، ولا تعيط قدام بيتي، نقلع من هون. يلا نقلع. رح اتصل بالشرطة، روحوا. لا اتصلي بمين ما بدك، أنا ما بخاف منك، رح دفعك الثمن على الشيء اللي ساويتي. بدل ما تعيط علي روح حاسب أمك على عمايلها. ألو شرطة؟ بس دقيقة. ايه طبعا، سهل عليكم تبهدلوا الناس هيك. ألو شرطة؟ يلا اطلعي. وليه؟ أنا عمل لك اطلعي. علي ابني اطلعي لبرا، يلا اطلعي. شو عم تساوي؟ جنيت يعني؟ اطلعي يا أم لسان، اطلعي لا تخبي حالك. علي شو عم تساوي؟ شو في؟ علي شو عم تعمل؟ علي اهدى شوي، احكي لي بالأول شو في. ابني حبيبي بترجاك احكي لي، انت ليش عم تعمل هيك؟ عم يقولوا عنك انك مره وسخه يا ابني.